شو أسوي مع زوجة قريب مزعجة من ناحية أنها متعبة ما نبغى نكون حولها، وأنا يعني تجنبتها بس بعد يعني شو أقدر أسوي عشان مستأمن شرها؟ عفوا ولا شيء، الله اللي خلقها والله اللي يقدر يمنعها عنك والله اللي يقدر يحفظك ويحفظ لك عيالك، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعرفيني حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الله هو المحامي، الله هو وكيلي، يا رب أنا وكلتك وتوكلت عليك واستودعتك واستودعت عيالي عندك، أنت المتصرف أنت المهيمن أنت يا رب يا رب احفظنا بعينك التي لا تنام. بس والأذكار ما تقدرين تسوين أي شيء ثاني، طبعا بتعدي عنها كثر ما تقدرين لأن العين حاط، بتعدي عنها في الجلسات ما يكون في احتكاك وايد، وبس ما تقدرين تسوين أي شيء ثاني. شو بتسوين وانتي يا حبيبتي انتي اللي يعني ليش مزعجة بعد يعني مو سمعة دي باجعة نفسك؟